الجيش الوطني والمقاومة يطرقان أبواب صنعاء، خبر ربما لم يكن في حسبان الميليشيا التي تحدثت في نشوة المنتصر قبل عام ونصف أن الحركة الحوثية ستحكم اليمن لأكثر من 1000 عام مقبل. يحصد الحوثيون ثمن معركة لم تكن الهزيمة واردة فيها، ولم يحسبوا لوقت الحساب وسداد الديون. تغيرت الموازين إذن، وتجاوزت الشرعية الحديثة عن تحرير عدن وشبوة وميدي إلى تحرير صنعاء قلب الدولة وعاصمة اليمنيين. ومع اقتراب الجيش الوطني من صنعاء تعلو وتيرة الحديث عن الحزام القبلي المحيط بالعاصمة صنعاء عبر بواباتها الأربع التي تشكل المداخل الرئيسية للعاصمة، البوابة الشرقية والتي تقع فيها مديرية بني حشيش المحاذية لمديرية نهم التي سيطر فيها الجيش الوطني على فرضة نهم ومعسكرها، وبالقرب منها تأتي البوابة الشمالية والتي تقع فيها قبائل همدان وأرحب وصولا إلى عمران. أما البوابة الغربية التي تشكل فيها منطقة الصباحة وبني مطر امتدادا للعاصمة وصولا إلى الحديدة، ثم تأتي البوابة الجنوبية التي تقع فيها قبائل سنحان وبلاد الروس، وهي الطريق الممتد إلى ذمار. يقول محللون إن انضمام قبائل صنعاء أو ما يسمى بالحزام القبلي للعاصمة للشرعية سيغير المعادلة ويعزز جبهة المقاومة ويعجل بعملية تحرير العاصمة صنعاء من ميليشيا الحوثي وصالح، وهو قول يعززه تحليل آخر يفسر أسباب هذا الالتفاف حول الشرعية جراء ما لاقته القبيلة من إهانات خلال عام من حكم الميليشيا. تستعيد الذاكرة المجروحة للقبيلة إذلال الميليشيا وما عانته طويلا من إهانات الأئمة أسلاف الحوثي طيلة قرون من حكمهم للقبيلة بالنار والحديد.